القيامة بيدفعون يعني بيخرجون من جهنم يعني ومن وإن منكم إلا واردها البصلي والما بصلي كلهم بيدخلوا جهنم ولكن أيش في ناس بيفوت منها مثل البرق يعني مثل السرموخ وفي ناس يعني دعبل وفي ناس وهيك كان محمد صلى الله عليه وسلم لما يقرأ هذه الآية سئل الصحابة قالوا يا حسن البصري ما معنى هذه الآية أي الآية يقول وما لنا من شافعين ولا صديق حميم إيش معناها قال هذه الآية تمثل يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار جاء رجل من أهل الجنة فقال يا ربي يا ربي أين صديق فلان لم أرى صديق فلان يا ربي فيقول له إنه في النار في النار نعم في النار فيقول يا ربي والله لم تكتمل لذتي حتى بلقاء صديقي معي في الجنة فيأمر الله جل جلاله هذا الرجل فيخرجه من النار فيدخله الجنة في أيش؟ شفع له صديقه لما يروه أهل النار فيقول من شفع له؟ هل له أعمال صالحة؟ فيقول لا طيب أخوه شهيد لا طيب شفع له الأنبياء والمرسلون لا طيب كيف فكروا يعني كيف هذا خرج من النار فيقول شفع له صديقه اللي عاش معه في الدنيا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شفع له صديقه نعم صديقه ها هنا يصطرخون وينادون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة لنكون من المؤمنين يا ريت يكون نحن إنا أصحاب يا ريت يكون نحن إنا أصدقاء يشفعون يوم القيامة لأنه عذاب جهنم وما أدراك ما عذاب جهنم يوم تبدل الجلود غير الجلود الله سبحانه وتعالى بيعذبك وبيشيلك بعد يا يوم القيامة هكذا اللي مين؟ اللي من أشرك بربه بخالقه برب البرية برب البشرية برب الناس أجمعين بقلة محمد صلى الله عليه وسلم أتدرون ما حق الله على العباد؟ يا معاذ كما قال معاذ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار معاذ بن جبال يقول كنت راكب وراء محمد صلى الله عليه وسلم على يعني على الجحش على الحمار فقال لي يا معاذ يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أمته قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ إيش بتعرف حقي عليكم؟ قلت يا رسول الله الله ورسوله أعلم قلت أتدري؟ قال يا رسول الله أعلم قال له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا عبدوا في الربوبية وفي يعني إذا دعوت ادعوا الله ما تدعوا غيره قال لك في ناس عم يقولوا يا شيخي الحقني يا شيخي يا رسول الله يا قطب الطريقة يا غوث الخليقة والله هذا ما بجوز يا الله وقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني إيش فإني قريب ما عم يقول ادعوا الشيخ وادعوا الأولياء وادعوا الأنبياء لا ادعوا الله سبحانه وتعالى فإذ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إيش قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا الله تبارك وتعالى اشتعب كل حق الله على العباد أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل نيق الله اشترمش ولا بير ملك ندى مرسل ولا بير رسول الكنس نقرطك كش المصنع الله إذن مرمي بعدين وحق العباد على الله يا رسول الله طيب حقنا احنا على الله ايش عم يقول وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا إذا أنت ما أشركت بالله ورحت بالذنوب ممكن الله سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك ويدخلك الجنة ولكن العلماء قالوا من الأحاديث إذا واحد إيش عنده من الزنا عنده من الربا عنده من القيل والقال والنميمة وعقوق الوالدين سوف يرتكب هذه الجرائم في جهنم بعدين كما قلنا شفيع أو الأنبياء أو المرسلون أو الأب أو الأخ الصالحون سوف يشفع له ويدخلوه الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى قلنا ما بصلي بعيد عن رب العالمين بعيد عن الإسلام بعيد عن الدين بعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى ذاتا
قلنا ابن عمر رضي الله عنه لما يفوت على الجامع بقول يعني لا هيك على عين على الجماعة هيك ما عم بشوف حدا بقول هذا ميت أكيد اللي ما جي. كيف عم بقول يا ابن عمر كيف؟ لابد أن يجي لأنه طيب وإذا ما جاء بقول هذا منافق أعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام يعني أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح. الله عم بقول يعني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني في المسألة عم بصير صلاة نحن عم نصلي بالطاقة وريان عم نصلي بالطاقة عم نروح على صلاة الفجر 4 5 6 7 10 طيب أين الجماعة كلهم؟ أين؟ أين الجماعة؟ هون الله سبحانه وتعالى يحذرنا ويقول لنا يعني كما قال ابن الترك gelişiniz dünyaya bir kere ve Allah'a orada hesap vereceksiniz. Yani kema kâle aleyhissalâtu vesselâm الدünya mazra'atul âhirâ. Ne ekersin? Onu orada biçeceksin. Kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Naam. Ondan dolayı işte burada kema amareke rabbuka ve ahbareke nebiyyuka sallallahu aleyhi ve sellem. İntebihû. Uyarıyor burada sallallahu aleyhi ve sellem. El mevtu kâdim. El mevtu kullene sevfe nemut. قادم والعذاب شديد ورب غاضب لمن عصى ورب رحيم لمن تاب والنار تطلع على الأفئدة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب كما قال الله عز وجل والموت ينتظر كل صغير أو كبير كما قال الله عز وجل الآية إيش الآية هنا كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت